بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رواد موقع كلية الهندسة الكهربائية، مرحبا بكم. هذا الفيديو الهدف منه التعريف بكلية الهندسة الكهربائية التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف الواقعة بقطب بئر الجير. الكلية تأسست بموجب القرار رقم 98-385 الصادر ب 2 ديسمبر 1998، وكانت الجامعة حينها تضم 4 كليات فقط، وهما كلية الهندسة الكهربائية، كلية الميكانيك، وكلية الهندسة المعمارية، وكذلك كلية العلوم. وبهذا القرار تحولت الجامعة من نظام المعاهد إلى نظام الكليات، وضمت حينها كلية الهندسة الكهربائية كل من معهد الإلكترونيك الذي تأسس سنة 1973 وشهد تخرج أول دفعة مهندس دولة سنة 1976، ومعهد الإلكتروتكنيك الذي تأسس أيضا سنة 1973 وشهد تخرج أول دفعة سنة 1978. وفي سنة 2001 توسعت الكلية لتضم قسم جديد وهو قسم الآلية الذي شهد تخرج أول دفعة هندسة مهندس دولة سنة 2004. هذه نبذة عن تاريخ الكلية. أما من ناحية التدريس فالكلية يدرس بها أكثر من 3000 طالب ما بين التدرج ليسانس ماستر ومهندس دولة وما بعد التدرج الدكتوراه، وهي تابعة من ناحية التدريس إلى ميدان علوم وتكنولوجيا SE، وتضم 6 شعب كلية و11 تخصص ماستر. من ناحية الهيكل فهي تضم كما ذكر سابقا 3 أقسام، قسم الإلكترونيك، قسم الكهروتقني، وقسم الآلية، بالإضافة إلى مقر الكلية، وتضم أيضا مكتبة بها أكثر من 2100 عنوان، وكذلك مذكرة دكتوراه، ماجستير وماستر. وتضم الكلية أيضا قاعة محاضرات مجهزة بأحدث التكنولوجيا، وكذلك بها أكثر من 18 مخبر بيداغوجي للأعمال التطبيقية. قسم الإلكترونيك يدرس به 3 شعب، وهما شعبة الإلكترونيك، شعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشعبة الهندسة البيوطبية، ويدرس به أيضا 4 تخصصات ماستر، وهو ماستر الإلكترونيك الأنظمة المدمجة، ماستر الأداتية انسترومنتاسيون، ماستر شبكات اتصالات سلكية واللاسلكية، وماستر أداتية بيوطبية. قسم الكهروتقني يدرس به شعبة واحدة وهي شعبة الكهروتقني، و5 مسارات ماستر، ماستر الشبكات الكهربائية، ماستر آلات كهربائية، ماستر تحكم كهربائي، وماستر كهروتقني صناعي، وماستر الطاقات المتجددة، وهو عبارة عن مسار مدمج بليسانس، بالإضافة إلى مسار مهندس دولة في الكهروتقني. قسم الآلية يدرس به شعبتان، وهما شعبة الآلية وشعبة الإلكتروميكانيك، وتخصصين في الماستر، وهما تخصص آلية وإعلام صناعي، وماستر الإلكتروميكانيك، بالإضافة إلى مسار مهندس دولة في الآلية. بالنسبة للبحث العلمي، الكلية تضم 11 مخبر بحث، وجاري إنشاء مخبر جديد ليرتفع عدد المخابر إلى 12 مخبر. كل مخبر يضم ما لا يقل عن 4 فرق بحث، وكل فرقة بحث تضم 3 أساتذة باحثين وطلبة الدكتوراه، ولدينا أكثر من 150 طالب دكتوراه مسجل بصفة نظامية، وللكلية اتفاقيات مع أكبر الشركات الوطنية مثل مجمع سوناغاز، شركة سوناتراك، ومجمع سيدي بن ذهيبة للنواقل الكهربائية بمستغانم، وكذلك شركة سيترام. أخيرا أتمنى لرواد موقع الكلية أنهم استفادوا من المعلومات المقدمة، وأتمنى خصوصا للمقبلين على شهادة الباكالوريا النجاح في تحصيل هذه الشهادة، وأقول لهم مرحبا بكم في كلية الهندسة الكهربائية.